بكم في المراقب من القاهرة الإخبارية، أنا دينا سالم، ونناقش في ملفاتنا الليلة. رئيس الوزراء المصري يستعرض برنامج الحكومة أمام مجلس النواب. ما أسباب تراجع الاستثمار في شركات تكنولوجيا المناخ الناشئة؟ مع الإعلان عن تحالف تجاري يحمل اسم دول الساحل، من انعكاسات تعدد التحالفات التجارية على القارة الإفريقية؟ أهلا بكم، والبداية من مصر، حيث تستهدف الحكومة بناء اقتصاد تنافسي، على الأقل هذا ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري أمام مجلس الشعب، حيث أشار إلى أن برنامج الحكومة يستهدف العديد من الأولويات والأهداف التي يجب العمل عليها بشكل سريع للتغلب على التحديات الراهنة من خلال آليات وسياسات تنفيذية من شأنها تحسين الظروف المعيشية للمواطنين. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف الدكتور أحمد شوقي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء. أهلا وسهلا دكتور أحمد، و بداية في برنامج الحكومة المصرية هناك تركيز على قطاع الصناعة لتحقيق أفضل معدلات النمو، ما الأدوات التي يجب اتباعها من وجهة نظرك لزيادة مساهمة الصناعة في الاقتصاد؟ اهلا وسهلا بحضرتك استاذه دينا. طبعا ملف الصناعه هو من الملفات الهامه التي يعني نرى ان توجه الدوله المصريه في هذا التوقيت في العمل عليها لم يكن بشكل متاخر، ولكن كان يجب العمل عليه منذ فتره مضيه. ولكن نتحدث عن اهم الاليات، فنجد ان اهم من الامور التي يجب العمل عليها وهو تنشيط ملف الاستثمار المباشر، لان هذا الامر من الامور التي تجعل من المستثمر قادر على العمل في مناخ يساعد على تيسير عمليات التنفيذ على أرض الواقع، من خلال تقديم تسهيلات، من خلال للمستثمرين، من خلال أيضا تسهيل عملية التراخيص وبعض الإعفاءات في الضرائب التي تساعد المستثمر في تنفيذ المشروعات الصناعية على أرض الواقع. لأن ملف الصناعة هو من الملفات الداعمة لملف الصادرات، ونحن عندما نتحدث عن ملف الصادرات هو من أهم الملفات أو من أهم العوامل أو هنقول الموارد الدولارية للاقتصاد المصري. إذا نظرنا على سبيل المثال في ميزان المدفوعات، فنجد أن احنا ملف الصادرات أو تتحدث عن حوالي 39 مليار دولار أمريكي، وهو أكبر الموارد الدولارية. وبالتالي لكي نزيد من عملية الصادرات يجب أن نعمل في ملف الصناعة ثم الزراعة لتوفير السلع والخدمات. أيضا هنا عندما ننظر إلى يعني فيما يخص عملية الصادرات، نجد أن الموازنة العامة تنشط أو تساهم في عملية الصادرات المصرية بحوالي 23 مليون جنيه مليار جنيه مصري، وهذا الرقم ليس بقليل، ومقارنة بما كان موجودة في الموازنة العامة العام الماضي بنتكلم في 28، الرقم انخفض 23 مقارنة ب 28، ولكن نحن نحتاج إلى تنشيط أكثر لملف الصادرات مع ملف الصناعة الذي سيقوم بتدعيم بعضهما لزيادة عمليات الإنتاج لتوفير السلع الهامة للمواطن المصري لتحقيق أهم الأمور الموجودة بالبرنامج، وهو بناء المواطن المصري وتوفير السلع والخدمات له في ظل ارتفاع معدلات التضخم. ننتقل لوثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وطبعا الأهمية الكبيرة لهذا القطاع في دعم الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة. برأيك ما الذي يجب اتباعه لتحقيق مستهدفات هذه الوثيقة؟ طبعا مستهدفات الوثيقة خلال الفترة الماضية ان احنا كنا بنعزز من دخول القطاع الخاص، وتنازل الدولة عن
بعض هنقول خروجها من بعض القطاعات لدخول القطاع الخاص بشكل كبير ومساهمته، لأن القطاع الخاص يمتلك من أدوات التي يمكن أن تساعد الدولة، ولكن حتى يدخل القطاع الخاص نحتاج أيضا إلى بعض الأمور، أبرزها نحن نحتاج إلى تقديم تيسيرات في عمليات التمويل من خلال ما تم تقديمه خلال الفترة الماضية من مبادرات. نحتاج إلى زيادة في حجم المبادرات المقدمة للقطاع الخاص. طبعا احنا شفنا مبادرات القطاع الخاص تحديدا في الخدمي والزراعي والتجاري، ولكن نحن نحتاج القطاع الخاص الذي يعمل داخل القطاع الصناعي والزراعي كما أوضحنا في النقطة الماضية، وأيضا القطاع الخاص يحتاج في مثل هذه المرحلة إلى مساندة الدولة له من خلال عمليات هنقول التراخيص تحديدا على سبيل المثال، لأن عمليات التخارج تحديدا تحتاج إلى أمور واضحة من خلال نمرة واحد هنتكلم عنها وهي وثيقة التخارج كيف ستتم من خلال الدولة والقطاع الخاص، وهذه الوثيقة يجب أن تكون بنودية واضحة حتى لا تقابل القطاع الخاص العراقيل التي لاحظناها في تطبيق يعني عملية التخارج من خلال وثيقة ملكية الدولة. لاحظنا بعض الطروحات اللي تمت من خلال البرنامج ولكن لم تكن بالحجم الكبير، والتي نرى أنه سيتم تفعيلها خلال الفترة المقبلة من خلال الحكومة الجديدة، ونتمنى منها أن تقوم بتفعيل هذا الأمر بشكل أكبر. طيب سؤال أخير ربما وباختصار من فضلك دكتور أحمد، رئيس الوزراء أشار في لقائه مع القاهرة الإخبارية الذي عرضناه منذ قليل إلى الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة. أسألك سريعا عن أهم الآليات أو ربما السياسات التي ستساعد من السيطرة على الأسعار وأيضا معدلات التضخم. معدلات التضخم يا فندم بيتم التعامل خلال الفترة الماضية تحديدا من خلال ملف السياسات النقدية. السياسات النقدية لن تكون الشكل الكبير أو المؤثر الكبير في احتواء التضخم، ولكن تدخل السياسات المالية سيكون مطلوب. السياسات المالية هتكون من خلال أدوات كتير زي عمليات الضرائب على سبيل المثال، من خلال أيضا عمليات الإعفاءات اللي هتكون موجودة اللي هتشجع المستثمر أو المصنع إن هو يبتدي ينزل المنتجات بأسعار أقل في السوق. بالإضافة كمان إلى عملية تسريع الإفراج اللي تمت الفترة الماضية، محتاجين نركز على أهم السلع الضرورية في عملية الاستيراد، يعني البعد قليلا بقى عن السلع الترفيهية أو الكمالية، ونعمل بفق الأولويات بشكل أوضح لتخفيض وطأة أو عملية التضخم المرتفع. شكرا جزيلا الدكتور أحمد شوقي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء. نواصل معكم مراقبة هذه الملفات بعد الفاصل. ما العوامل التي ساهمت في تراجع الاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة؟ كونوا معنا. أهلا بكم. تواجه الشركات الناشئة وخاصة تلك العاملة في مجال تكنولوجيا المناخ أزمة كبيرة تتمثل في تراجع التمويل، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الاستثمار بنسبة 20% خلال النصف الأولي من العام الجاري. نتابع. مع تصاعد التوترات الجيوسياسية تواجه الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المناخ أزمة كبيرة تتمثل في تراجع تمويل الشركات المستعدة لبناء مرافق على نطاق تجاري. وبحسب تقرير شركة تحليل المعلومات والبيانات سايتلاين كلايمت، تراجعت الاستثمارات بنحو 20% في النصف الأول من 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكن دعم الشركات في مرحلة النمو انخفض بشكل أكبر. بشكل عام ضخ المستثمرون أكثر من 11 مليار دولار في قطاع تكنولوجيا المناخ على مستوى العالم، منها 2.8 مليار ذهبت إلى الشركات الناشئة في مرحلة النمو، وبالمقارنة
شهدت الشركات في تلك المرحلة استثمارات قدرت بنحو 4 مليارات و400 مليون دولار في النصف الأول من 2023. المستثمرون في مجال تكنولوجيا المناخ لا يضخون أموالاً على نطاق واسع في مراحل النمو والبنية التحتية لبحثهم عن شركات ناشئة بإيرادات لا تقل عن 10 ملايين دولار، وهي عتبة لم يصلها الكثير من شركات تكنولوجيا المناخ. وبالرغم من تراجع الاستثمارات، فهناك شركات ناشئة لديها خارطة لتطوير مشروعات على نطاق واسع لا تزال تحصل على التمويل. فعلى سبيل المثال، جمعت شركة تطوير الطاقة الحرارية الأرضية فيرفو إنرجي 244 مليون دولار في حملة تمويلية، الأمر الذي دفع المستثمرين في مجال تكنولوجيا المناخ إلى مزيد من التفاؤل. لمزيد من التحليل ينضم إلينا من تونس الدكتور عادل بن يوسف، خبير التغير المناخي. دكتور عادل، مساء الخير. وبرأيك كيف يمكن تحليل تأثير التقلبات الاقتصادية والسياسية على الاستثمار في مجال الشركات العاملة في تكنولوجيا المناخ؟ شكراً لنا، مساء الخير. تأثير التقلبات الاقتصادية والسياسية على استثمارات شركات تكنولوجيا المناخ يمكن أن يتم من خلال دراسة عدة عوامل. أول عامل هو تراجع النمو الاقتصادي العالمي، أي أن هناك ركود عالمي قلل من توفير رأس المال للمشاريع الجديدة، وخاصة الاستثمارات في الميادين الجديدة تكون بأقل من الميادين العادي. ثانياً، هناك توترات سياسية وجيوستراتيجية وعقوبات اقتصادية على بعض البلدان مؤثرة كذلك على المناخ الاقتصادي العالمي، مما يؤدي إلى أقل استثمار في بعض القطاعات، منها قطاع شركة تكنولوجيا المناخ. ثالثاً، هناك سياسات حكومية مترددة. رأينا مثلاً لنتائج الانتخابات في المجموعة الأوروبية والبرلمان الأوروبي كان له انعكاسات، فهنالك يعني بعض الرجوع في بعض الحاجات التي غيرت معادلة الاستثمار، وهذا يعني بعض الاتجاهات الاقتصادية كانت في بعض التشريعات مثلا في 2035 جميع السيارات التي تكون بالوقود يعني الأحفوري هي ممنوعة في أوروبا، لكن بعض المجموعات السياسية قالت أنها يمكن الرجوع في هذا في هذه السياسة، فهذا له تغيير يعني انعكاسات كبيرة في الاستثمار في شركات تكنولوجيا المناخ. طيب، برأيك هل هناك دور للتشريعات البيئية وأيضا اللوائح الحكومية في معظم البلدان في تشجيع أو تقييد الاستثمار في هذا القطاع؟ التشريعات البيئية واللوائح الحكومية لها دور حاسم في تشجيع أو تقييد الاستثمار. ثم جانب إيجابي، لأن التشريعات تدعم الابتكار الأخضر، تقدم حوافز مالية وغير مالية، هناك إعفاءات ضريبية، هناك دعم حكومي، حتى سياسات الشراء العام تكون دافع وتقوي من جاذبية هذا القطاع للمستثمرين. لكن هناك جانب سلبي وجوانب سلبية، خاصة هناك تشريعات بيئية صارمة اللي تزيد في تكاليف الامتثال وتقلل ربحية المؤسسات، وبذلك يعني تقلص من إمكانية الاستثمار من هذه الشركات. كذلك التغيرات المتكررة في اللوائح وفي السياسات، هناك اضطرابات في بعض يعني الدول العظمى كأمريكا والمجموعة الأوروبية، هناك يعني الانتخابات وتأثيرها في اللوائح والسياسات، فهناك التشريعات البيئية واللوائح الحكومية يمكن أن تشجع ويمكن أن تقيد، لكن نحن في فترة يعني حساسة ولذلك هناك تراجع.
طيب برأيك دكتور عادل، هل يمكننا ربط تراجع الاستثمار بسلوكيات المستثمرين بشكل عام أو رؤوس الأموال أيضا في ظل هذا التوجه السياسي الملحوظ في أوروبا ناحية أحزاب اليمين؟ بالضبط، هنالك ربط انخفاض الاستثمار بسلوكيات المستثمرين، يعني رؤوس الأموال والمستثمرين يكونوا في وضعية انتظار لما هنالك انتخابات في العالم، وهذا ما أثر. لكن كذلك في نفس الوقت هم يستثمرون في يعني القطاعات التي لها مخاطر منخفضة والتي توفر الربح بكيفية سريعة. واليوم هنالك بعض يعني القطاعات التي وفرت ذلك، وخاصة قطاع الذكاء الاصطناعي رأيناه أموال كثيرة يعني ضخت في 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 واستثمارات كبيرة في هذا المجال. وهنالك كذلك نقص وعي أو نقص خبرة في هذا القطاع في الاستثمار والتواصل مع المستثمرين، يعني المستثمرين ليست لهم المعطيات الكافية للاستثمار، وهو ما قلل من الاستثمارات في القطاعات الناشئة والمعرضة للمخاطر العالمية كتغيرات المناخ. فلابد يعني من سياسة للمستثمرين، وخاصة في الاتصال بالمستثمرين هنالك نوعية اتصال لابد من تطويرها. دكتور عادل، بخلاف هذا التراجع في الاستثمارات في شركات التكنولوجيا العاملة في قطاع المناخ، ما التحديات الأخرى التي تواجه هذا القطاع؟ هو قطاع حساس، يعني هناك تراجع في التمويل والاستثمار، هناك تحدي تكنولوجي لأن التكنولوجيات التي مرتبطة بالشركات الناشئة الموجودة يمكن أن يتراجع فيها، لأن اليوم التطور التكنولوجي هو سريع جدا ولا نعرف أي تكنولوجيا التي ستكون الرابحة. فذلك يعني الاتجاه في تكنولوجيا أو أخرى يعني له مخاطر. ثانيا هنالك يعني تنظيمات بيروقراطية لا تريد في بعض البلدان من التغير، ولما نضع منظومات جديدة فلابد أن يقع يعني تحيينها في التنظيمات القديمة، وهذا يخلق تضارب، خاصة في هناك بيروقراطية في عدم يعني تصنيف بعض الشركات، تصنيف بعض التكنولوجيات وحرمانها من الممارسة الفعلية. كذلك هناك مشاكل يعني في التسويق ونوعية التسويق، لأن هذه الشركات لها يعني منتجات خاصة جدا ولا بد من وجود السوق لها، لكن هنالك مشاكل في التسويق لهذه التكنولوجيات. وآخر حاجة يعني هذه المنظومة مربوطة بالتغير للمستهلكين، يعني نحن يجب أن نغير من سلوكياتنا لاستهلاك يعني بضائع تكون أكثر ملائمة للمناخ، ولكن هذا التغير السلوكي لسنا نلاحظه في الميدان إلى حد الآن. فهذه يعني بعض التحديات التي تواجهها شركات التكنولوجيا المناخ الناشئة الآن. شكرا جزيلا لك ضيفنا من تونس الدكتور عادل بن يوسف خبير التغير المناخي. مشاهدينا، ننتقل بملف آخر يتعلق بإفريقيا وتعزيزا للاستقلال عن النفوذ الفرنسي. كونت كل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو ما أطلق عليه كونفدرالية دول الساحل لدولهم، الأمر الذي اعتبرته بعض وسائل الإعلام قطيعة تامة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بعد أن انسحبت منها الدول الثلاث واتهمتها بأنها أداة تحركها فرنسا. نتابع.
تحالف أفريقي أطلق عليه تحالف كونفدرالية دول الساحل، وتأتي مشاركة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس بالقمة في وقت تفرض به عقوبات اقتصادية على النيجر لعدة أشهر، متهمة المنظمة بأنها أداة تحركها باريس وبأنها لا توفر لها دعماً كافياً في مكافحة الجهاديين. المجموعة تضم في صفوفها 15 دولة، 8 منها فرانكوفونية، وهم بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج، إضافة إلى غينيا ومالي والسنغال والنيجر وأخيراً توغو، كما تضم أيضاً 5 دول أنجلوفونية وهي نيجيريا وغانا وسيراليون وليبيريا وغامبيا، إضافة إلى دولتين تستخدمان اللغة البرتغالية وهما الرأس الأخضر وغينيا بيساو. ومع مطلع العام الجاري أعلنت النيجر ومالي وبوركينا فاسو انسحابها من المجموعة الاقتصادية، متهمة المجموعة بالابتعاد عن المثل العليا التي أسست عليها. وجاء هذا الانسحاب في وقت تهيمن نيجيريا به على المجموعة سياسياً واقتصادياً، حيث تضم 50% من الكثافة السكانية و 60% من الناتج الداخلي الخام للمنطقة. وأنشأ إيكواس هذا التحالف لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدان التي تشترك في الفرنك الأفريقي كعملة مشتركة، وذلك بموجب معاهدة موقعة في داكار عاصمة السنغال بتاريخ 10 يناير 1994. ويهدف التحالف لزيادة القدرة التنافسية الاقتصادية من خلال الأسواق المفتوحة. للتحليل ينضم إلينا من جوهانسبرغ الباحث في معهد الحوار العالمي التابع ليونيسا ميكا تيكيسوكوبي. أهلا وسهلا بك على القاهرة الإخبارية. وبداية سيد ميكا، تحالف دول الساحل، يعني لما التوجه لتحالفات جديدة في وقت تتعدد فيه التحالفات الإفريقية؟ طيب، يعني نحن لا نستطيع الاستماع لإجابة ضيفنا حتى الآن، لكننا بطبيعة الحال كما كنا نشير منذ قليل نتحدث عن انتشار التحالفات الاقتصادية داخل إفريقيا. طبعا إفريقيا هي القارة الأكثر ثراء بمواردها الاقتصادية ومواردها الطبيعية، وظهرت تحالفات كثيرة ربما تجمع بعض القطاعات الإفريقية أو المناطق الجغرافية الإفريقية، منها مثلا تحالف الكوميسا، أيضا تحالفات تضم غرب القارة، تحالفات تجمع بين كل دول القارة فيما يعرف اتفاقية التجارة الحرة القارية. لماذا إذن نجد ثلاث دول تنفصل ربما عن أحد التحالفات المنضمة إليها؟ هذه الدول هي النيجر ومالي وبوركينا فاسو في تحالف جديد أطلق عليه كونفدرالية دول الساحل. معنا مرة أخرى ضيفنا من جوهانسبرغ ميكا تيكيسوكوبي. كنت أسألك سيدي ولم نتمكن من الاستماع إلى ما ذكرته عن السبب وراء التوجه لتحالف جديد مع وجود تحالف متعددة بالفعل في القارة الإفريقية.
مرة أخرى أود أن أشكركم جزيلا على هذه الدعوة الكريمة للحديث معكم. فيما يتعلق بهذا الموضوع، هناك الكثير من الآراء المتباينة في هذا الشأن. في البداية هناك توجه وهناك وجهة نظر أن هناك ترتيبات أمنية، الغرض الأساسي لهذا التحالف، وأيضا لدعم كل الدول للدولة الأخرى ولتناول التحديات ومجابهة أي تهديدات في المنطقة، خاصة في ظل الوضع الراهن من التوترات التي تحيط بإفريقيا والعالم. وأيضا كانت هناك الكثير من الأغراض الأخرى، خاصة ولا سيما مع الوضع في الحسبان، هذه النظم المتطورة والحكومة المتباينة في وجهة النظر، أصبحت هناك حاجة ماسة لضمان التعاون الأمني والمصالح الأمنية. وكذلك هناك بعض الأمور الجيوسياسية التي تدفع هذه الدول لتعزيز التعاون، وأيضا من أجل رفض أي تدخل خارجي، ومن أجل أن يكون هناك أيضا التجنب لأي تأثير استعماري مستدام. فكان هذا التحالف لزاما من أجل إصلاح هذه الرؤية والابتعاد تماما عن الاستعمار الفرنسي ورؤيته. وكذلك يعتبر أن يمكن أن يرى هذا التحالف أنه رفضا لأي تدخل خارجي، وكذلك هناك مقاومة من جانب الاقتصادات لتلك الدول لأي تدخل في شؤونها الداخلية. ولكن لا زال هناك حاجات كبيرة من أجل تعزيز التبادل التجاري وكثير من الموضوعات الأخرى، منها التمويل بما في ذلك الترتيبات الأمنية، فضلا عن أن هذا التحالف شيق للغاية وله كثير من الاهتمام، وأيضا لضمان تعزيز الدول الثلاث مع بعضها البعض لمجابهة التحديات. أصبحت هذه التحالفات أساسية لتعزيز الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي. طيب، ولكن من وجهة نظر أخرى، هذه التحالفات الجديدة التي تنفصل عن تحالفات بذل فيها مجهود كبير جدا لقيامها، سيعطل الهدف الأسمى للدول الإفريقية، وهو وجود اتحاد على غرار الاتحاد الأوروبي، وهذا ما ينادي به قادت إفريقيا منذ سنوات طوال. ما رأيك في ذلك؟ الأمر لا أتفق معه نهائيا. هناك بالطبع الكثير من التحديات، خاصة فيما يواجه الوكالات الإفريقية في كثير من المجالات، وخاصة في مجال التنمية. هذه التحالفات وفي ظل عضوياتها وارتباطاتها بجهاتها التابعة مع الاتحاد الإفريقي وغيرها من ارتباطات أخرى دولية، نحن نحاول تعزيز التكامل الإفريقي بشكل مستدام، وتعتبر أن هذا هو المشروع الأساسي والغرض الأسمى من هذه التحالفات، من أجل تحقيق المنافع المشتركة وأيضا لكبح جماح أي تدخل خارجي والاعتماد بشكل مستقل على القارة الإفريقية ومكوناتها. هناك بالطبع بعض التعقيدات، الأمر ليس مثالي ولم يكن كما نتوقعه أو نرغبه على الأقل. هناك بالطبع الكثير من العقبات، وأيضا فيما يتعلق بتخصيص المهام كما حدث مع السنغال، والمبعوث الخاص بالسنغال واجه الكثير من العقبات فيما يتعلق بهذا التحالف، ولكن لا زالت هناك نقاشات مستمرة ومباحثات من أجل أي خفض وأيضا إزالة أي فجوات. ولكن يعتبر أن هذه التوترات علامة غير جيدة، ولا بد من أن نرى هذا بعين الاعتبار فيما يتصل بالتنمية الإفريقية. نحن في حاجة إلى موائمة الجهود، نحن في حاجة إلى تعزيز الاستقرار والموثوقية المتبادلة بين الدول الإفريقية، خاصة في هذه المرحلة الحاسمة فيما يتصل بالعلاقات المتبادلة مع دول الجوار في هذه المشروعات كافة، حيث يصبح الاتحاد الإفريقي أو الكتلة الإفريقية يمكن أن تنشأ من هذا التحالف.
طيب باختصار، الاستفادة التجارية لهذه الدول الثلاث، هل تعتقد أن هذه الدول يمكنها النهوض منفردة، أم يعني يجب عليهم مشاركة العلاقات التجارية مع تحالفات أخرى بشكل واسع؟ بالنسبة للدول الناشئة، يعتبر أنه من الأفضل أن يضعوا أنفسهم في السياق الاتحاد الأفريقي في المقام الأول. تعتبر أن هذه الخطوة الأولى. ثانيا، أنه ليس من المحتمل لهذا التحالف أن ينشأ أو يظهر بمفرده، لابد من التعاون مع كافة التحالفات الأخرى ودول الجوار وغرب إفريقيا، ومشاركة المصالح مع دول الجوار في المنطقة في الشمال والجنوب، وتعزيز التبادل التجاري مع كافة الدول والأطراف. ليس من المحتمل وليس من الممكن أن ينشأ هذا التحالف بشكل قوي بمفرده. هناك محاولات ونوايا صادقة لتحقيق كثير من الإنجازات، وهذا أمرا حاسما وفي غاية الأهمية من أجل تحقيق المصالح السياسية والاقتصادية. أود أن أؤكد أن هناك مصالح وأهداف اقتصادية يضعها هذا التحالف نصب أعينه، ولكن على الأقل على المستوى الفوري والقريب. إن المكاسب السياسية لبعض الدول الإفريقية التي قررت في أن تصنع هذه التحالفات، يمكن أن تعزز الحوكمة والسيادة على أراضيها وترفض أي شيئا يرفضونه وفقا لثقافة شعبها. ولكن ربما تكون هناك المزيد من المساعي لتجنب أي استعمار فرنسي، لتجنب المزيد من النفوذ الفرنسي والاستعمار البائد. مفهوم. شكرا جزيلا لك ضيفنا من جوهانسبرغ، الباحث في معهد الحوار العالمي التابع ليونيسا، ميكا تيكيسوكوبي. شكرا جزيلا لك. نهاية المراقب، نراكم على كل خير.